سنبقى خداما أحرارا تحت لواء. خذ بنا شيبا وشبابا نحو الخلد حسينا لبينا. الشعبة الشحن لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين وأخيه أبو الفضل العباس. كانت بدايتها 2007 ب 14 عجلة شحن، الآن أصبحت ما يقارب 52 عجلة شحن لنقل الزائرين، ومنها 3 لخدمات نقل الخدمات للأقسام البقية. من 60 سيارة عندنا، فوق 60 سيارة، ومن ساعات من 7 الصبح لثنتين الظهر، ومن 2 الظهر لتسعة بالليل، من 9 بالليل لسبعة الصبح. 7 ساعات، كل ساعة إلى 9 ساعات استراحة وترجع تباشر. من 8 إلى 9 محاور، مثل باب القبلة الإمام العباس وباب بغداد ونقطة العلقمي ونقطة الحوراء، وكذلك نقطة باب قبلة العباس إلى باب قبلة الإمام الحسين. كلنا جئنا ببضاعة عشق مسجات ونريد رضا. كل محور بالأيام من الأحد للخميس للأربعاء، يعني يطلع كل محور بي 4، مثلا باب القبلة وباب بغداد يطلعن بي 4، باقي المحاور لا يطلعن بي 2. يوم الخميس لا، باب بغداد القبلة 6 وباقي المحاور 4. عدد السواق ما يقل عن 21 او 22 سائق. المجموع الكلي بالنسبة للسواق الموجودين حاليا هو 75 سائق، متمثل على 3 شفتات او 3 وجبات، كل وجبة ما يقارب من 14 الى 16 سيارة على المحاور خدمية للزائرين، بالإضافة إلى مسؤولين وحدات صيانة عدد 2، ذولا متواجدين على مدار الساعة. اليوم نشيل 1000 زائر، يعني كل سيارة نشيل 7 نفرات ذهاب وإياب، تقريبا كل شارع بي 4 سيارات 5. نقل الزائرين يعني حتى منحس بالوقت، لأن احنا تواصلنا ويا الزوار منحس بالوقت. كل صعوبات الخدمة الزوار أبي عبد الله الحسين تهون وأخي أبو الفضل العباس، كل صعوبات بيها ماكو، الحمد لله رب العالمين على كل حال يا حبيبي، ونسأل الله العلي القدير يكون قبول أنا واللي موجودين، سماحة المتولي الشرعي سيد أحمد الصافي واللي أبو الشحين والقسم ما بين الحرمين. والولاء صوتنا، خذ سيد العهد أوفي لنا. بالإضافة إلى عمل نقل الزائرين بالنسبة للسواق، هناك عمل هو نقل خدمات لبقية الأقسام، متمثلة يعني بنقل الأغراض أو نقل الاحتياجات، قسم الشؤون الهندسية، قسم الإعلام، قسم المشاريع ذني، القسم الخدمية، فذن احنا بنتعاون مستمر معهم. عندنا نماذج ويا كل سائق ويا كل سائق، نقل الدرب اللي ياخذه يسجده بنموذج عندنا موجود، النموذج هو اللي هذا بأعداد الزائرين اللي صعدوا، توصيته من القاطع للحضرة الإمام سلام الله عليه أبو الفضل العباس وأخي أبي عبد الله الحسين، يسجل بالورقة يصير جرد بعد الدوام. يعني أنا عندي اليوم مساء من الساعة 2 لحد الساعة 9 ليلين، هذا اتصل لي وين؟ عندنا الأبو الذاتية اللي هو مسؤول الشعبة، مسؤول الشعبة وأبو الذاتية، يدخل جرس أسبوعي، تطلع الأعداد أنت عندك إيش قد ماخذ يومي. هناك عجلات 14 راكب، هناك عجلات 6 راكب، هناك عجلات 8 راكب، ذني جمعا يوميا على مدار 24 ساعة، يعني يوصل إلى 700-600 زائر ينقل السائق للزائرين الكرام. إليك تصدقا وتحننا عبدا، حبا تقطعني عسى ذا غاية القصد. هذا زائر أبو عبد الله الحسين، هذا ما جاي لإنسان عادي، هذا ما جاي الإنسان إنسان شيء عابر يعني وغيره، هذا أبي عبد الله، أبو عبد الله الحسين أو زوار أبي عبد الله الحسين فدل جوة تراب رجلينهم، ما له وصف، هذا ما له وصف. خدمة زوار أبي عبد الله الحسين وخدمة زوار سيده ومولاه يروح له الفدا أبو الفضل العباس ما لها مثل، يعني ماكو شعور. أنا هسه دحكي وياكم وما ما ما ماكو يعني جسمي أو غيره، وهذا ذكر أبي عبد الله الحسين مو شيء هين للي يعرف مكانه، أو ذكر لأخوها أبو الفضل العباس مو شيء هين. يعني كما تخدم إذا أنت زوار أبو عبد الله الحسين صباحا أو مساء أو ليلا لخدمة زواري أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام سيدي ومولاي، ما لها مد وما لها وصف، ما لها شعور، يعني ما لها شعور، ما يعني ما أقدر أمثل لك الشعور اللي أنا بيه. عدة مواقف يعني تحصل ويانا دائما، يعني كبار السن احنا على قواطع محددة، فقسم من الزائرين يريد يروح لغير مكان قاطع، احنا قدر الإمكان نوصل للقاطع اللي يريده هو، فهذا
يعني عند الزوار هيك راح يكون مواقف يوم كلش حلوه، نحصل رحمه والدين على هذا العمل. يا حاكم الحب الذي اوقفتني رفقا حق الي. والله العلي العظيم كل السعاده اللي من يصعد وياي زائر معوق، زائر كبير بالسن، كان عجوز، اللي كان اجنبي ولا كان عربي ولا كان عجمي، هم كلهم عندنا واحد يعني، كلهم يعتبرون زوار ابي عبد الله الحسين واخيه ابو الفضل العباس، يزودنا كل الشرف الي ولعيالي ولعشيرتي ولاهلي، وكل الفخر الي. انا فاحمد الله وشكر اللي الله خلانا بهذا المكان الشريف الطاهر. والله خدمه يعني ماكو مثل الخدمه هذه بعد، يعني خدمه يعني شقد ايش ما نسوي بعد ازيد بعد نقدر ايش ما عندنا قبليه يعني بعد خدم. والله هو شعور كلش حلو يعني، وان احنا فخر لنا ويعني كلش حلو لما واحد يدعينا واحنا نخدم زواره لابو عبد الله الحسين. يعني دائما نحصل رحمه لوالدينا، هي هذا كلش فخر لنا. الرحمه تجيك من الزاير، واحد يقول لك رحم الله والديك او رحمه على والديك او الحسين يشفع لك، كلش ترتاح نفسيا. هو هذا ثمره عملنا، هو هذا ثمره الانتاج مالتنا، ان تصل كلمه رحم الله والديك او ثناء الزائرين على هذا العمل اللي احنا نقدمه. ان عشقي صادق اتلفتني شوقا واليك اقبل عابس قد جنه العشق. والله اقدم كل الشكر، كل الشكر الجزيل لهم، لان خدمه ما تقاس، ما شاء الله عليهم، الله يوفقهم ويبارك بهم، بارك بجعوانهم ان شاء الله. يقضون الليل والنهار شفتات، يعني شفتات ليل ونهار يعملون في اجل لاجل خدمه الزوار، ومشكورين وبارك الله بهم والله يوفقهم. خدمات متوفره على 24 ساعه ليلا ونهارا، وهذه كلها من فضل ابي عبد الله الحسين واخيه ابي الفضل العباس، وكلنا قدامه. انتم ان شاء الله مسجلين في سجل الامام الحسين وفي سجل الامام العباس، ومن خدمه الامام الحسين ومن خدمه الامام العباس. يا رمز الحب حسينا ما وفينا حق ساك دمعنا. يعني صار بالنسبه لي يعني ما اقدر امشي، وقف ما تحرك اذا ما ساعدني، يلا خلاني بالمكان يمه، يلا يعني كل تعاملهم حلو وخدمه حلوه ومشكورين، وان شاء الله الله يديم عليكم هذه الخدمه. يعني هذا خير من الله، فضل من الله، هذا يعني ذو حظ عظيم هذا اللي يجي هنا يخدم في المكان هذا. ونشكر العتبه العباسيه على هذا بذل الجهود من قبل العتبه العباسيه لكودنها قائمه بخدمه الزوار، عجلات مبسطه بس ولكن هي دورها فعال من قبل الكادر اللي هو يعمل فيها. والله وما مقصرين، يعني موفرين افضل الراحه للمزائرين، يعني خدمه يعني فوق اللازم، فوق اللازم، حتى الإنسان الكبير إذا ما يقدر يصعد يصعدون بديهم. أوجه شكري وتقديري متمثلة بسماحة المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة والسيد الأمين العام والمتمثلة برئيس القسم حقيقة على الجهود التي تبذل من أجل إنجاح هذه الشعبة وتطورها، ولا أبخس ثمن السادة المعاونين كذلك متابعتهم العمل المستمر الدؤوب لهذه الشعبة. للموت سنبقى خداما أحرارا تحت لواء، خذ بنا شيبا وشبابا.